مركز بيرتنطم هو مركز جامعة بيرتنطم، واللي كيعرف حركة تجارية لا بأس بها نظرا لوجود عدد كبير من الدواوير التي تحيط بهذا المركز. بالنسبة للاقتصاد اللي كيعتمد عليه المركز فهو اقتصاد فلاحي مهد، بحيث كيعتمد على الفلاحة البورية وأشجار الزيتون وتربية المشية وخاصة الأبقار منها. دوار الشعيرات العليا هو واحد من الدواوير التابعة لجامعة بيرتنطم إقليم صفرو، واللي تمربطوا مؤخرا طريق معبدة اللي كتربط ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة.